مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا باستعراض لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وخلال الثلاث أيام القادمة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة، أجواء صيفية مرهقة في عموم المناطق خاصة في المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء وأدنى المناطق المنخفضة من منطقة المدينة المنورة. خلال يوم السبت لا تغيير الحالة الجوية، تبقى الأجواء حارة ومرهقة في عموم مناطق المملكة خاصة في منطقة حفر الباطن الشرقية وأيضا منطقة الإحساء. يوم الأحد بإذن الله أيضا لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير خاصة في المنطقة الشرقية، حيث تكون في نهاية الأربعينيات مئوية خلال ساعات النهار. أيضا تكون درجة الحرارة نوعا ما معتدلة فوق القمم الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 31 درجة مئوية المحسوسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة تستقر حول 45 درجة مئوية خلال أيام السبت والأحد والاثنين، أما الصغرى تستقر حول 31 درجة مئوية باستثناء ليلة السبت على الأحد حيث تسجل 34 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.